طيب برضو نتكلم عن جزء مهم من اللابراتوري في المستشفيات، اللي هو المجهر. والمجهر الواحد ما بيستغنى عنه في كل الأحوال، لو روتين أو في هيستوباثولوجي ولا أي شيء، عندهم استعمالات كثيرة في الميديكال فيلد. فدي introduction لللايت مايكروسكوب، اللي هي use compound فيه two lenses to magnify الأوبجكت. يعني مهمته المعروفة البسيطة دي إنه to magnify الأوبجكتيف. The lenses bend or refract into light into reflect the light to make the object beneath them appear. يعني مهمته إنه يوضح الشكل الجسم اللي تحته شنو بطريقة مكبرة، يقدر ريده ولا زول يقدر يقراه. ده شكل الميكروسكوب، ودي مكوناته. إذا كان ملتي وعنده تو بيس سواء تو اي بيس ولا اثنين، داس فيه واحد اي بيس، فيه البودي تيوب و ريفولفينج نوز بيس و اوبجيكتيف لينس، وفيه سلايد كليبس اللي هي بتحرك السلايد، فيه دايفرام، فيه اللايت سورس، وفيه الارم ستيج و كورس فوكس و فاين، وفيه البيز حقه. بشكل العام للميكروسكوب. طيب using the microscope عنده ثلاثة magnification، اللي هي السكانينج الأولى زين اللو وزين الهاي. Each objective has its magnification label، يعني انت قام مكتوب عليها 10 ولا 10 10 ولا 4 ولا 40 ولا اويل ولا كده. The objective has its magnification label. In addition to this, the ocular lens اللي هي العدسة العينية has magnification of 10 times 10 to calculate total magnification multiply. عشان تعرف المagnification التكبير كاملة كام، تعمل multiply للأوكيولر في الأوبجكتيف زي ما معمول في جدول التحدي. توضيح بسيط لها، اللي هي مثلا السكانينج هي times 4 الأوكيولر 10، إذا التوتال حيكون 40. اللو باور هي 10 برضو في 10 ب 100، والهاي باور 40 في 10 ب 400. و ده بوريك انه يهب مالتبلاي الاوكيولر او العدسه العينيه في في الاوبجيكتيف او طيب يوزنج ذا مايكروسكوب الجنرال بروسيجر ميك شور اول باكس اند ماتيريالز ار اوت اوف ذا ايدس اند of the tops of disc. كل الحاجات تكون موجودة في محلها، يعني سيف وبطريقة ثابتة. Store with cord wrapped around microscope and the scanning objective clicked into place. المسألة بتاعت حمل الميكروسكوب والطريقة دي برضه مهمة جدا في المجهر، وحاجة يعني الناس بده يبقى الشغل. لما تيجي تشيل الميكروسكوب تكون يدك واحد فوق وواحد في البيز حقه تحت مثبته بها. برضه لما تيجي تشتغل به يكون فيه يعني يستحسن يكون فيه كيس ولا اي حاجه تغطيه بها من الغبار. الاشعه حقته برضها لما تنتهي منها تتاكد من ان كل حاجه في محلها، خاصه الاويل ما يكون في باقي اويل في الاويل ميرشن في الاوبجكتيف حقتها. طيب برضو حاجات عامه، فوكسنج سبيسيمين اولويز ستارت وذ سكانينج اوبجكتيف. السكانينج دي بس بتبقى حاجه رفض، دي الحاجه دي موجوده يا هذه لكن ما فيها ديتيلز. بليس يور سبيسيمين ان ذا سنتر اوف يور فيلد اوف فيو، حط العينه في السنتر حقك. يوز ذا كورس نوب تو فوكس، استعمل اول حاجه ابدا بالكورس لحد ما يظهر لك الشكل الرفلي بتاع الحاجة اللي انت داير تشوفها. Next use the fine knob until clear. جيب بعدها جيب الفاين، ونحن قلنا فيها اثنين كورس وفاين. بالكورس تبدا تشوف الحاجة دي، تشوف الرهاب رهاب كده، بعد شوية تجيب ده عشان تعمل focusing on the till it becomes clear.
once you have focus on scanning, switch to low power اللي هي شفناها قبل 40. Repeat steps 3 ل 4 1 2 3 4 دي ريبيتها لحد ما توصل للنتيجة الصحيحة. Now switch to high power مثل الهاي باور. At this point only use the fine adjustment. نحن قبل قلنا نبدأ بالكورس لكن نسي مجرد ما يعرفين الحاجة واضحة بعد ذاك نجي نستعمل الفاين ادجستمنت نوب تو فوكس السبيسيمين. ريكاب سكاننج يوز كورس اند فاين نوب في المرحله بتاعت اللو باور يوز كورس اند فاين نوب في اللو باور يوز كورس والفاين نوب في الهاي باور يوز ذا فاين نوب اونلي الفاين بس بتاع لحد ما توصل لك الحاجه كويسه. قال what will happen if I use the coarse knob under high power the coarse knob قال the slide or lens could crack ممكن النجم تكسر اذا استعملت الهاي ويستحسن انك تستعمل اللو باور مع الهاي I mean الفاين نوب فاين نوت الكورس مع الهاي. الفيلد فيو ذا اريا ا بيرسون كان فيو ثرو ا مايكروسكوب الحته اللي انت بتحدد عشان تقدر تشوفها ات ريبريزنتد باي ا سيركل ممكن تتحدد بالسيركل بتاعها. تفضل الريليشن شيب از ماجنيفيكيشن انكريز فيلد اوف فيو ديكريز كل ما الماجنيفيكيشن انكريز الفيلد صلى الله الفيو حقها بيبقى ديكريز بتبقى as you switch from scanning اللي هي ال 40 to high power 100 the area you see through the microscope gets smaller بتبقى كل ما تتحرك بال 40 وانت بتستعمل الهاي الحكايه بتبقى شنو؟ بتبقى صغيره. We can see better detail with higher powers better detail with higher power of magnification but we cannot see as much of the image ما بتشوف هنا كلها لكن الحاجات اللي بتشوفها واضحه ما بتشوف الفيلد كلها. دي طبعا حاجات ممكن نعتبرها بدائيه لكن برضها كان فيها ريبيتيشن فور وات وي ار دوينج. الفيو فيو اوف فيلد The lens inverts the image of the object inside the microscope. The lens inverts the image of the object inside the microscope. بتشوف شكلها inverted. Inverted means the image means that the image appears upside down and backward compared with the actual object. حسب يا قانون المرايه تقريبا ولا حاجه كده انه بوريك الحاجات البعيده كيف والقريبه فهذا بيديك الشكل بيكون مقلوب. This means that the slide must be moved in the opposite direction عشان تشوف الشكل ده صحيح تقوم تحرك السلايد في شكل ثاني. That you see the image. For example, if you move the slide to the right on stage حركتها في الجهه اليمنى as you look through the microscope the slide appears to move left تحرك كده تتخيلها زي الماشا او هي بتمشي للجهة الليفت. Making a wet mount slide يعني تعمل الويت ماونت اللي هي تكون تجيب الكفر جلاس تحط السائل حقه وتحط الكفر جلاس فوقه وبعدين تنزلها بطريقة عشان ما تجيب لك اير بابل تطلقها بطريقة زي ما ذاكر هنا get a clean slide and cover glass. Place one drop of water in the middle of the slide. Place the specimen into the water. Put the specimen في الموية. Place the edge of the cover slip on one side of the water. Drop at edge 45. حطها بشكل 45 درجة. Slowly lower the cover slip on top of the drop. This prevent air bubbles. الحكاية بتمنع الاير bubbles ما تجي.
طبعا الايربابل دي خاصه في العينات بتاعه الهيستو، في العينات كده لو ظهرت ايربابل سام بودي ما يكون في يوز لحاجه ثانيه، ممكن ادول عشان كده استحسن ما تكون فيها ايربابل. ستينينج سبيسيمنز ساينتست ستين سبيسيمن تو سي بارت اوف ذا سيل مور كليرلي، دي برضه عن الناس الهيستو انك قدرت تشوف او في حاجات تانية قدرت تشوف الحاجات السيلز سيبريت وتعرف مكوناتها وهل هي نورمال ولا اب نورمال، النيوكلس داخلها وضعها كيف وكده. دي برضه محتاجة لشنو بوت تضربها في ستين مثلا ايودين ولا سلايد، واعمل حسابك مثلين بلو والستين كلوزس عن سكين ده عاير السيفتي. بليس سبيسيمين ان ذا سنتر اوف ذا دروب اوف ستين، بليس كفر جلاس اور كفر سليب اون اونتو ذا سلايد عشان تشوف الشكل بتاع الخلايا حقتك، تشوف النيوكلوس واضحة لو كان سنتر او في البريفرال. يوز يوز بنسل يو كان اريز ان شيد ارياس، هنا ده برضه مدينا عشان نشوف كيف نشوف مثلا هنا مدينا نشوف الاميبا. All drawings should include clear and proper labels and the large دي انك انت تشوف الحاجه حقتك دي بتجي تقوم ترسمها. All drawings should include clear and proper labels and be large enough to view details. Drawings should be labeled with the specimen name and magnification. The specimen should be drawn to a scale. For example, if your specimen takes up the whole viewing field, make sure your drawing reflects that. إذا في حالة إنت بتكون دار ترسم الشكل اللي إنت شايفه. هنا drawing should show fewer cells at a larger size، كل ما السيلز بقت كبيرة بيكون شنو شكلها بيبقى أو عددها بيكون بسيط بيكون أقل من دي. يعني هنا في الشكل ده دي أبو 100% كانت مثلا 4 11، هنا ظهرت لك بس 8 لكن واضحة وكبير. طيب كلين اب ستور مايكروسكوب ويز سكانينج اوبجيكتيف ان بليس، راب كورس اند كفر مايكروسكوب، ده كله من البريكوشن حقتنا. دبل تشيك ذا ميل تو ميك شور يو ديدنت ليف سلايد، تتاكد ما خطيت سلايد في ما خل نسيت السلايد جوا في الميكانيكال ستيج ولا الاويل في جزاء سلايد فيها اويل خليتها في محلها، لكن دي بتعمل كونتامينيشن او بيطرح حيد الزيت ده بيقوم بيعمل عناية لكل ال اوبجيكتيف سلايد اوبجيكتيف لينسز. بليس مايكروسكوب ان ذا ديزاينيتد لوكيشن بروبرلي، في الحته المناسبه لهم يعني، ده كله عشان شنو نحن نهتم بالمايكروسكوب. في بعض الترابل شوتنج او الاخطاء اللي بتحصل اوكيجنلي يو مي هاف ترابل with working your microscope. Here are some common problems and solution. اللي هي مثلا image is too dark. الشكل بتاع السلايد حقتك جاك too dark. اسود شديد. Adjust the diaphragm. التحت الاسفل ده. And make sure your light is on. تأكد انه السورس بتاع اللايت شغال. وبعدين حرك الدايفرام. برضه اذا شفت there is a spot in viewing field even when I move the slide، انا اخذت السلايد بحركها ولكن في سبوت موجوده في الحاله دي ممكن ما تكون شنو هي ما في السلايد، ممكن تكون فوق في اللينس حقتك. يور لينس از ديرتي يوز لينس بيبر، عشان بعدين حنتكلم عن هاو تو كلين ذا لينس. يوز لينس بيبر اند اونلي لينس بيبر تو كيرفولي كلين ذا اوبجيكتيف اند اوكيولار لينس، العدسه العينيه. The ocular lens can be removed to clean the inside. The spot is probably a speck of dust. ممكن تكون حاجة بتاع الدس عشان كده ما تحركت مع السلايد. برضو قال I cannot see anything until high power. جبت الهاي باور بالطريقة بعد ما عملت سكاننج جبت الهاي باور.
ما شايف حاجة. قال remember the steps. If you cannot focus under the scanning and then low power, you won't be able to focus anything under the high power. If you cannot focus under the scan. لو ما عملت scanning قلنا الخطوة اللي قبل قلناها and then عملت low power ما بتشوف الحاجة. Start at scanning and walk through the steps اللي عملناها قبل اللي هي 1 2 3. Only half of my viewing field is lit. البسيطة من الحاجات اللي عملتها بشوف فيها موجودة. It looks like there's a half moon in there. حاجة شكل نص قمر كده موجودة في هناك. You probably don't have your objective fully clicked into place. لو شفت جزء كده من الناي زي الشكل نص هلال وكده معناها السلايد حقتك دي ما هفوكس فيه. ده قال براكتس عشان تشوف تطبق عليه الحاجات اللي شفناها قبل. برضو نوع تاني من الاكسرسايز. وان فوكسنج سبيسيمن يو شود اولويز سي نقطة اوبجيكتيف قبل دي عملناها. وين يوزنج ذا هاي باور اوبجيكتيف اونلي ذا نوب شود بي يوز. كانت واحد من الهدايا اللي احنا نستعملها. ذا تايب اوف مايكروسكوب يوز ان موست سنس كلاسز از ذا كده مايكروسكوب. نوع الميكروسكوبات اللي طوال بنستعمل في في المدارس وفي المحطات العلمية دي. What part of the microscope can adjust the amount of light that hits the slide؟ يعني جزء بيعمل لك adjustment للسلايد من دي ممكن يزول بعد ما ينتهي يراجع. ثاني you should carry the microscope by طريقة اللي بيشيل بها الميكروسكوب شنو؟ أنا قلت الحاجات دي هي صحيح بسيطة وممكن تكون ويل نون وكده لكن بتحتاج لمراجعة يعني. مرات الناس كثير بتلقاهم شايلين الميكروسكوب ده ما عارفين يشيلوه فيه أو عارفين لكن يعني they are not taking care يعني ما دارين يهتموا بالمسألة بتاعت شيلوا دي كده بس بيصيروا عارفين شايلوا لو حصلت حاجة ما بيكون عارف السبب منها. You should always store your microscope with the نقط objective in place. A microscope has an ocular objective of 10 and a high power of 50 or 40. What is the microscope's total magnification؟ قبل عملنا الحاجات الحسابية دي وقلنا كيف نوصل للأرقام دي اللي هو تضرب الأوكيولر في الأوبجيكتيف.